اهلا وسهلا ومرحبا اعزائنا التلاميذ نلتقي معا اليوم في موعد جديد مع دروس العربيه الموجهه الى البكالوريا ادابا وحصتنا المنطلق ستتعلق بالمحور الاول وهو محور الحماسه في الشعر العربي وكما تعلمون وقع تخفيف هذا المحور وتم الاقتصار على شعر ابي الطيب المتنبي اذا معا سنتبين جمله من الدروس الموجهه اليكم خلال هذه الحصص التي يؤثثها ثله من الزميلات والزملاء من اساتذه العربيه ونود ان نشير الى ان هذه الدروس لن تغنيكم عن دروسكم في اقسامكم وما كل ما فيها من حراره ومباشره اذا هي بوابه فقط من بوابات الدعم والتزكيه للدروس التي تتلقونها من اساتذتكم كما قلنا محورنا الأول يتعلق بالحماسة في الشعر العربي وموضوع درسنا اليوم هو مفهوم الحماسة وعلاقتها بالأغراض الشعرية. إذا يحسن بنا أن ننطلق من الأهداف التي ستخص درسنا وستخص تخص كذلك المحور بشكل عام. الهدف الأول هو تبين الخصائص الفنية المميزة لشعر الحماسة. الهدف الموالي هو استجلاء معاني الحماسة في الشعر ثم استخلاص المثل والقيم التي يدعو إليها شاعر الحماسة ولا ننسى ابداء الرأي في ذلك إذا منطلقنا في هذه الحصة سيجعلنا نعرج على الشعر العربي لأن من الشعر انبثقت الحماسة وسنتبين كيف تم ذلك إذا الشعر هو ضرب من انفعال وتركيب فني يروم احداث منعرجات في اللغه تخلف الدهشه والافتتان وهو ليس وليد الحس المرقق او الفكره المختلفه فحسب بل هو صناعه باللفظ وفي اللفظ فيهب الكلمه شحنه اعمق باتخاذ الشعريه مطيه حتى تسمو بالخطاب المالوف الى خطاب غير مالوف انظروا إلى ما ذهب الجاحظ قال إن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير وكأننا إذا بالحماسة تمثل الشعر وكأننا بالشعر لا يستقيم إلا وهو حماسة إذ يخاطب النفس وينفذ إلى عمقها وينسرب بين خباياها فيحمل المرأة على الطرب للفضيلة وازدراء الرذيلة والشعر عند العربي هو ديوانهم ووعاء تجاربهم ومستودع حكمهم ومخزن معارفهم وعلومهم وبه حفظوا المكارم ومجدوا المناقب وخلدوا الوقائع والايام وعظموا الفرسان والماثر ومن الشعر اذا نبعت الحماسه وتفجر لهيبها واتقد وطيسها وهي مبثوثه في اكثر من غرض شعري بعضه موسوم بالتحفيز والتحريض قبل المعركه وبعضه مصروف الى تابين القاده والفرسان وقد كان موتهم رزيه جماعيه وبعضه الاخر يرمي الى اعلاء الذات والتغني بباسها وبطشها ومن هنا تشكلت الحماسه في لبوس اغراض شعريه هذا يقودنا مباشره الى الاغراض الشعريه التي كانت الحماسه مبثوثه فيها. تنبجس معاني الحماسه وتتصادى في اغراض شعريه شتى، تؤلف بينها النغمه المتسقه والبناء المتناغم وترديد ماثر تشي مجتمعه بصوره البطل الفذ. فالشعر كان اسلوب التعبير عن الحرب. والشاعر يمثل المقدرة التي تصوغ الأسلوب وتعبر عنه بما يستسيغه السمع وتقبله الذائقة وإن أغراض المدح والرثاء والفخر والهجاء موصولة بالحماسة مبنى ومعنى ومغنى وبتمجيد الخصال أو التعريض بالمعايب أو الوقوف عند مأثرة أو مكرمة وإن هجاء الخصم كذلك والتشنيع برذائله إنما هو قسم من أقسام الحماسة غرضنا الأول عليه الغرض الرئيس غرض المدح لنتبين حده حده أن يفصل المتكلم شمائل المخاطب وشيمه حتى يجعله فوق الأشباه والنظراء وهو غرض متأصل في الشعر موصول بالاشاده بالفضائل واعلاء المحامد وتمجيد الخصال والتغني بالخلال والخلة والخلال جمع خله وهي الخصلة. يشمل المدح ثلثي ديوان المتنبي وتتعدد مطالع متحياته بين نسيب ووقفه طلليه وبين شكوى وفخر او دخول مباشر في الغرض المدحي كقوله لهذا اليوم بعد غد اريج. ونار في العدو لها أجيش معاني المدح الحماسية مصروفة عادة إلى الإشادة إشادة المادح بالممدوح بين تغن بالخصال والبأس والبطولة حينا وبين احتفاء بالعقل والحلم والجود حينا آخر وآية ذلك هذا البيت تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم يقترن المدح أيضا بهجاء الخصم والتعريض به باعتبار أن تعظيم الممدوح يقتضي تعظيم الممدوح يقتضي الحط من شأن عدوه تحقيرا وتشنيعا وهو ما يتراءى في قول الشاعر لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميتة الضبع بعد ان اطلعنا على غرض المدح نمر الى غرض الفخر وهو ايضا من الاغراض الاساسيه في شعر المتنبي. نعرف به الافتخار هو المدح ذاته الا ان الشاعر يخص به نفسه وقومه وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار وكل ما قبح في المدح قبح في الافتخار كما يرد على لسان ابن رشيق. وقد كان المتنبي منذ صباه يبني امالا طوالا وقد تشرب همين كما يقول الدكتور مبروك المناعي هم ذاته بفقرها وفاقتها وهم امته في بدايه تراجعها اذن اعلى الشاعر عن جهيته وصلفه واباءه مقابل الحط من منزله الاخر حلمه ان يصلح نتوءات مجتمعه وان يخرج امه تداركها الله من الظلمات الى النور وقد تعشق المتنبي ذاته الى حد العجب والزهو فشحن همته وشحذ عزمه ولم يقنع بالقليل بل كان ينشد المجد والسؤدد مفاخرا بقوله ان لم اذرك على الارماح سائله فلا دعيت ابن ام المجد والكرم هذا في خطابه لنفسه ولا غرابة أن يتغنى الشاعر بخصاله الحربية وبمطاعنة الخيل وتمرسه بالأفات في فخر حماسي إذ يقول أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وكثيرا ما يتعالى اسم المادح على اسم الممدوح ويتعاظم حتى يتفوق عليه بل تتضخم ذات الشاعر وتتورم حتى يتضاءل سيف الدولة ويتصاغر أمام ممدوحه إذ يقول في غرض المدح سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه الغرض الثالث الذي نهتم به في جملة الأغراض المرتبطة بالحماسة في مدونة المتنبي هو غرض الرثاء فما حده؟ يستقل شعر الرثاء بجوانب تعد جزءا من الحماسة اذ يتصل بالماثر المحموده التي فقدت وبندب خصال الابطال التي فنيت اذر رحيلهم فيتقاطع التمجيد بالتخليد وسبيل الرثاء كما يقول ابن رشيق ان يكون ظاهر التفجع بين الحسره مخلوطا بالتلهف والاسف والاستعظام. يكون الرثاء ايضا على حد قولة قول النويري في نهاية الأربي شاجي الأقوى الأقاويل مبكي المعاني مثيرا للتباريح تأسية لمن هوى إلى هذا المصرع ونهل من هذا المشرع ولقد غدا الرثاء إذن بابا من أبواب شعر الحرب والمتنبي لم يكن يندب الميت ويؤبنه تأبينا مجيا بقدر ما كان يصور حرقته لفقد نموذج قيمي يجسد المروءة والشجاعة وإغاثة الملهوف وقد رث المتنبي أبا شجاع فاتكا بمعان شجية تقطر أسا لما كان هذا الرجل قد أنعم على المتنبي وأحسن إليه فخلد اسمه في مراث مجدته ورسخت ذكره اتصور حول الموت ووقعه على المتقبل وها يذم الزمان في هذا البيت قائلا قبحا لوجهك يا زمان فانه وجه له من كل قبح برقع اذا تبين اغراض الحماسه التي كانت الاغراض الشعريه التي كانت الحماسه مبثوثه فيها مشاعه بين ثناياها فلنتبين الان تعريف الحماسه وسنتناول ذلك لغه واصطلاحا لغه الحماسه لغه من حمس الامر حمسا اي اشتد ورجل حمس اذا هاج به الغضب ويقال حمس الشر اذا اشتد وحمست الحرب إذا اشتدت وجاء في لسان العربي لابن منظور أن الحميسة هو التنور ونجدة الحمساء أي شديدة يريد بها الشجاعة والحماسة هي المنع والمحاربة ويقال رجل حميس وحميس وأحمس أي شجاع وتحمس القوم تحامسا اي تشد واقتتلوا اذا معجميا تبينا معنى الحماسه لنكشف معنى الحماسه الان اصطلاحا كيف السبيل الى ان نلم بمفهوم الحماسه وقد التبس حدها بالغرضيه الشعريه اذ اعوزه التدقيق ضمن المنظومه المصطلحيه قديما وحديثا غير انه قد شاع اتصالها بخصال مخصوصه من قبيل الشجاعة الحربية والاستعداد للقتال والتشدد في الدفاع عن العرض لإعلاء فكرة سامية كالعقيدة أو الحرمة أو الشرف ولعل الحماسة كما يذهب شق من النقاد هي إجماع على موقف روحي أو حالة نفسية وإنما هي تحفز للبذل والدفاع والوثوب والفداء فلا غرابه ان تتصل الحماسه اذن بمفهوم الحميه والمتصله بدورها بالعصبيه والذود والانفه والتعفف عن امر منبوذ فيه مساس بالشرف وهو لعمري ما وسم الحماسه في الجاهليه بالتحريض على القتال قبل الموقعه او اثناء المعركه او عند نهايتها وذلك في جملة من الأغراض الشعرية من قبيل المدح والفخر والرثاء وهو ما يحيلنا على معلقة عمرو بن كلثوم في الفخر القبلي إذ يتغنى بشمائل قبيلته قائلاً فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين يعني مقيدين وكما تعلمون الفخر فيه ضربان فخر بالذات وفخر بالمجموعه او ما يسمى بالفخر القبلي. اذا علت قيمه القوه في الشعر الجاهلي وتجلت في القتل والسبي وقد كثرت الحروب حتى دوت في جنبات هذا الشعر اصوات الرماح وتذامر الفرسان وصهيل الخيول وقعقعه الرماح فمن عسر الحياه الجاهليه وقسوتها اكتسبت سمه الجود مكانتها وغدت مدعاه للفخر والمدح والرثاء ومن شح طبيعه ظنينه برزت سمه الباس لينال الشاعر بها شرف البقاء والباس والجود في الواقع هما خصلتان متلازمتان تستدعيان الى ذهن المتلقي حزمه من القيم المحموده يجمعها مفهوم الفتوه بما فيه من مروءة ونخوة وشرف ونجدة وقيرا إلى غير ذلك وهي جملة من المزايا مضى الشعراء يحملون لواءها في حماسياتهم ويجعلون منها أسوة ومرادا ومبتغا لطالبيها ومريديها وقد تجمعت هذه المعاني تحت عنوان ملحمة وهي القصة الشعرية التي تروي في صياغة أدبية ذات تفرد وفي خيال شعري عجيب يطلع بها بطل فذ والملحمة وفق الموسوعة الكونية كيف جاء تعريفها هي شعر يتغنى بتقاليد عريقة في التاريخ وبنظم اجتماعية وسياسية ودينية وبقوانين أخلاقية وسنن جمالية وهي ترويح عن النفوس وتعليم لها ونموذج يحتذى وتعبير عن شعور عرقي وقومي وانه موسوم بفعاليه رمزيه وقيمه فدائيه تطهيريه فالنشيد الملحمي اشبه بالعطيه لانه يلتمس توازنا وتناغما للفرد وللجسد الاجتماعي برمته هذا التعريف في الموسوعة, الموسوعة, الكونية يؤكد أن هناك نقاط اشتراك كثيرة بين الحماسة من جهة والملحمة من جهة أخرى يقودنا ذلك إلى أن نتبين لوحات وصفية في شعر الحماسي شعر الحماسة عند المتنبي ويتبين في لوحات كما قلنا لوحات وصفية تفصيلية تتصدر عادة افتتاحيات القصائد ولا سيما المتحة فيرد الوصف قطعة فنية منضوية في غضون الغرض ومنها مشاهد وصفية خصصها المتنبي لمعارك الممدوح ضد خصومه ترد في شكل مشاهد تصويرية ترشح المعاني المدحية وتثريها فنكتنه معانيها الأولى والثوانية وهو ما يقرب الملحمة المدحية من الملحمة فنا ودلالة وتكثيفا إيحائيا فنلفيه يصور زحف الجيوش ويصف العدة والعتادة ويرصد مراحل الهجوم والظفر وإذا النفس الحماسي يتضاعف والروح الملحمية تتوالد والإخراج لإخراج عفوا منجز حربي حماسي يحقق فردته بالوصف وعن الوصف الحماسي دائما عند ابي الطيب المتنبي نتبين انه يكون توغلا في التفاصيل الحربيه وتصويرا للمعدات العسكريه فالشاعر لم يكن يصور حروبا بقدر ما كان ينجزها بالشعر فياتي بها على ما يشتهي من الكمال وينقل الانجاز الحربي المضخمه بانجاز شعري إذ وصفه وصفه عفوا ليس وصف حروب بل حروب وصف على حد عبارة الدكتور مبروك المناعي وهو ما يشف عنه قوله أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم الوصف يقودنا إلى منحى نقدي إن شئنا، يخص ثنائية الالتزام والتخطي أو ما يصطلح عليه بعض النقاد بثنائية الإبداع والإتباع أو التقليد والتجديد. إذا لم يتوانى أبو الطيب المتنبي عن التقيد بأغراض الشعر العربي الكلاسيكية مدحا ورثاء وفخرا وهجاء. وذلك في مختلف حماسياته اذ التزم بشروط تقصيد القصيد بناء وايقاعا وتعبيرا وتصويرا فاذا مدح اشاد بالخصال واذا هجا شنع واستبشع واذا رث تفجع وابن وعز واذا افتخر تغنى بفروسيته وادبه وفردته حتى عده شق من النقاد شاعر تقليدا واتباعا غير انها وان كانت ثوابت خليقه بالاحتذاء فانه تصرف فيها وجدد في اخراجها اخراجا طريفا يحمل المتلقي على الاعتقاد بكونه خروجا بكرا لم يسبق اليه لما فيه من عدول واغراب فقيم الحماسه لم تكن مختلقه وانما مستلهمة من سياق التاريخ فالتراث موصول الحلقات لذلك يتردد رجعه في حماسيات ابي الطيب ويثبت ان صله الابداع بالاتباع ليست تصادميه ولا خلافيه وانما هي صله تنام وتناغم. معاني الحماسه في شعر المتنبي معاني الحماسة تخيرنا واصطفينا أن ننطلق من المعركة استعدادا وأطوارا ومآلا بالإضافة إلى ذلك سنتباين فيما بعد القصص الحربي وخصال البطل الحربي ولننطلق بالاستعداد للمعركة يؤرخ أبو الطيب الموقعة مكانا وزمانا وأحداثا وأطراف مواجهة فحماسيته بمثابة الوثائق وشاهد العيان على كبريات المعارك من ذلك معركة الحدث موقعة الدرب معركة آمد فضلا عن وقعة خرشنة وقد دارت رحاها في جبهة ثغور الشام وذلك سنة 39 و300 هجريا إذ حفز الشاعر الفرسان فيها على القتال بقوله مادحا فإن يقدم فقد زرنا سمندو وسمندو هذه هي قلعة في بلاد الروم وإن يحجم فموعدنا الخليج. المرحلة الثانية هي أطوار المعركة. إن حماسيات أبي الطيب تطالعنا بتفاصيل قد لا يلامسها المؤرخ. فقد يهبنا مدحه أو فخره أو رثائه دقائق المعارك الدامية. في لوحات مسموعة أو بصرية قد لا نعثر لها على اثر في بطون كتب التاريخ ومن خلال تصوير المواجهات الحاسمه واسترجاع الثغور والقلاع وفتح المدن او من خلال تصوير جيوش الاعداء ويقول في ذلك مادحا: نثرتهم فوق الاحيد بكله كما نثرت فوق العروس الدراهم. المرحله الاخيره من تصوير المعارك هي المال فكيف كان المال في حماسيات ابي الطيب قد يكون المال احتفاء بنصر مبين وتنكيلا بالعدو حينما يقف الممدوح وما في الموت شك لواقف كانه في جفن الردى وهو نائم وقد يكون المال تهوينا لخسران فيخفف الشاعر وطاه الهزيمه ومرارة الانكسار متوعدا بنصر قريب واية ذلك قوله: الدهر معتذر والسيف منتظر وارضهم لك مصطاف ومرتبع. المعركه استعدادا واطوارا ومآلا تحملنا مباشره الى القصص الحربي في حماسه ابي الطيب. لقد وظف المتنبي قصصا حربيا في تصوير زحف الجيوش وتسلقها الجبال الشاهقة والشعاب الوعرة لمباغتة الخصم كما رصد أيضا غمار المواجهة فصور لهيب المعركة وهزيمة العدو النكراء موثقا الأمكنة كحصن الران سمندو أرساناس، الحدث هانتاريت إلى غير ذلك فضلا عن توثيق الازمنه راصدا بالنسبه الى الازمنه لعلكم تتذكرون بعض القصائد التي يورد فيها ابو الطيب المتنبي تدوينا وتوثيقا للازمنه المصاحبه لهذه الحماسيات من ذلك قد يحدثنا عن الفصول، قد يحدثنا عن تعاقب الليل والنهار، قد يحدثنا كذلك عن موسم تساقط الثلوج الذي كان معيقا لسيف الدوله اثناء حربه على منطقه خرشنه. إذا هذا التوثيق للأمكنة وللأزمنة الغاية منه أن يرصد مراحل الموقعة مواجهة وهجوما وانتصارا مشيدا بالأبطال ومعرضا بالخصوم ومعددا لوازم الحروب الطاحنة بتصوير الأسلحة والسفين والغبار والجياد والقناة والسيوف إلى غير ذلك وبذلك انفلتت الحماسة الحماسه في شعر المتنبي في مدح المتنبي من ضيق تقصيد القصيد لتنفتح على فن الملامح عفوا الملاحم الذي كنا قد اشرنا اليه قبل حين لانه رحب لما فيه من قوه المعنى وجزاله اللفظ وتصوير المعارك والاشاده بالممدوح وفي ذلك يلد قوله يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم نمر فيما بعد إلى تحديد الخصال وهذا يعتبر أيضا معنى من معاني الحماسة في شعر المتنبي يعد التغني بالخصال المحمودة من لوازم الحماسة ومعانيها مدحا وفخرا ورثاء فبعضها مصروف الى المعاني الحربيه وبعضها الاخر موسوم بالمعاني الاخلاقيه، اذ يعلي الشاعر جمله من الشمائل والقيم عمادها البطوله وسرعه البطش من قبيل التغني بالقوه والفتك بالعدو وكثره الغزوات والجهاد ضد الشرك والمشركين، من ذلك قوله ولست مليكا هازما لنظيره. ولكنك التوحيد للشرك هازم فضلا عن التغني بحسن التخطيط للمعركه ورجاحه العقل اولم يرى المتنبي ان الراي قبل شجاعه الشجعان وهكذا يندفع الشاعر كالسيل في نظم الشعر ويتدفق ويصول ويجول في افاق الابداع للدفاع عما يحسبه مقدسا وهو رايه في نفسه وشعره ومقامه وسائر ما يتصل بشخصه هذه القولة أوردها الناقد عبد اللطيف شرارة تجدونها في كتابكم المدرسي في قسم تنوير وأود أن أشير إلى ثراء هذا القسم قسم تنوير الذي يرد في في كتابكم المدرسي في مختلف النصوص بإمكانكم أن تستعينوا به وأن تستنيروا به في تبين دروسكم سواء كان ذلك في شعر الحماسة أو في بقية المحاور اذا يعلي الشاعر قيم المجد والعلاء والسؤدد فتنقلب القصيده من اشاده ببطل عسكري الى اشاده بمنظومه قيميه جليله وفي ذلك يقول في حماسه الفخر عش عزيزا او مت وانت كريم بين طعن القناه وخفق البنود بعد أن تبين معاني الحماسة سنتبين معا الآن بعض وظائف الحماسة من هذه الوظائف من أبرز هذه الوظائف وظيفة التسجيل ولعل لفظة التسجيل تستوقفنا هنا لنتبين معناها ما المقصود هو أن يوثق الشاعر هذه المعارك وأن يدونها لذلك اعتبر هذا الطابع تسجيليا سنتبين التسجيل إذن من خلال القصيدة الحماسية في القرن الرابع هجريا التي كانت أقل الى تسجيل الوقائع وتوثيق المعارك كيف لا؟ والشاعر كان شاهد عيانا يصحب الممدوح في كبرى معاركه ضد خصومه فتنجلي القيمه الحماسيه في السيفيات خاصه مفعمه بروح البطوله والحميه. وان اغلب قصائد الحماسه ترتبط اولا بسياق تاريخي محدد ووقائع موثقه ومدونه. إذ تستمد قصائد المتنبي مرجعيتها من حروب سجلها ووثقها المؤرخون من ذلك مثلا معركة الحدث التي دارت سنة 43 و300 وقد انتصر الممدوح فيها على ابن فقاس وهو الدمستق, الدمستق الروم بعد أن أهلك ثلاثة آلاف من مقاتلي الخصم وأسر عددا هائلا من جنوده ويقول المتنبي مادحا هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين الغمائم؟ نعتمد دائما في البعد التسجيلي تواتر أسماء الأعلام مثل سيف الدولة أبي شجاع فاتك إلى غير ذلك بالإضافة إلى أسماء الأمكنة ذكرنا بعضها قبل حين قلعة الحدث حسن الران مما يجعل البطلة الحماسية محور شعر الحماسة وأشد صلة ببعده التجريبي كما يحفظه التاريخ ويخلده التسجيل ونستند ثالثا الى تواتر الجمل الفعليه واستعاره خصائص الخطاب القصصي بتواتر الافعال اذ يتتبع المعركه ويرصد تفاصيلها فيقترن الوصف ببنيه ومقومات سرديه جليه كالامكنه والشخصيات والازمنه مما يجعل التركيبة يمتد على أكثر من بيت واحد فيقول مادحا إثر وقعة آمد التي دارت سنة 45 و 300 هجريا يرمي بها البلد البعيد مظفر كل البعيد له قريب داني فكأن أرجلها بتربة منبجن يطرحن أيديها بحسن الراني حتى عبرنا بأرسناس سوابحاً ينشرن فيه عمائم الفرسان يذكرنا البعد التسجيلي بالموضوع الذي اقترح في السنة الفارطة في دورة المراقبة سنة 20 والموضوع هو التالي تتمثل قيمة شعر الحماسة عند أبي تمام والمتنبي وابن هانئ في الإخبار عن الوقائع ما رأيك؟ صيغه ما رايك هذه تذكرنا بالموضوع الجدلي لان التحليل سيكون موجزا وسيتوسع التلميذ في قسم النقاش اذا هذا موضوع يخص الجانب التسجيلي كما ذكرنا في شعر الحماسه من وظائف الحماسه الاخرى التخييل والتخييل يخص البعد الفني كل ما له علاقة بتجويد العبارة بالتفنن في ابتكار الصورة في في انتقاء معاجم ملائبة ومناسبة لمقام الحماسة لنتبين أولها وهو مستهلها إذا سيكون في تنوع الاستهلال الاستهلال هو من مظاهر الإجادة والإمتاع في حماسيات أبي الطيب منها الاستهلال بالنسيب نسجا على منوال السنة الشعرية المتوارثة ففي النسيب يشكو الشاعر شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق لأن التشبيب كما يقول ابن قتيبة قريب من النفوس لائط بالقلوب وفي هذا الإطار يقول الشاعر لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشقي. اذا هذا في النسيب الاستهلال الموالي هو الاستهلال الحكمي او الحكمي وفيه ارتقاء بمعاني الحماسه الى مصاف التجربه الانسانيه الخالده اذ يستصفي الشاعر من تجاربه طائفه من الرؤى فيحكك اللفظ ويصوب المعنى حتى تنقاد العباره فتحيط بالعبرة من ذلك قوله مادحا لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن في العداء في الاستهلال الحكمي أيضا يمكن أن نتذكر مطلع قصيدة الحدث الحمراء على قدر أهل العزم تأتي العزائم قد تتنوع مواضع الحكمة في قصيدة الحماسة مطلعا ووسطا وقفلة تنغلق بها مجذرة المعنى في النفوس من ذلك قوله مبررا في احدى خسارات سيف الدوله: ان السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع. اذا هذا بالنسبه الى الاستهلال الحكمي، الاستهلال الموالي هو ان تغيب هذه المقدمات وان يقع الهجوم مباشره على الغرض الرئيس. قد يفرض مقام الحماسة وثبا مباشرا على غرض المدح تغنيا بنشوة الانتصار فيشدو مادحا لهذا اليوم بعد غد أريجو ونار في العدو لها أجيج الظاهرة الموالية تخص الإيقاع بالنسبة إلى التخيل أو الجانب الفني الإيقاع وكما تعلمون ينقسم الإيقاع إلى ضربين اثنين أولهما الإيقاع الخارجي وثانيهما الإيقاع الداخلي ولكن لنعرف بالإيقاع في شعر المتنبي أولا نعتبر أن المتنبي قد احتفى بإيقاع حماسياته إذ خلق نصا يتوائم فيه المعنى مع المغنى في انسجام نغمي تطرب له الأسماع الإيقاع الخارجي لقد اصطفى الشاعر بحورا ذات نفس طويل يتناغم مع مقام الحماسة ووطيسها من قبيل البحر البسيط البحر الكامل البحر الطويل المتقارب إلى غير ذلك وقد يتخير المتنبي بحورا غنائية أخرى من قبيل بحر الوافر الذي نجده في قصيدة لهذا اليوم بعد غد أريجو أو بحر الرجز أو بحر السريع الإيقاع الداخلي يمكن أن نتناول الإيقاع الداخلي من خلال جملة من وجوه البديع لعل أول هذه الوجوه هو الجناس الجناس يكون بمجاورة صوتية بين عبارتين أو أكثر مع اختلافهما في المعنى كقول الشاعر في الفخر ردي حياظ الردى يا نفس والتركي حياض خوف الردى للشيء والنعم الجنس هنا يرد بين عبارتي ردي والرداء وهو جنس غير تاء لأن الجنس قد يكون تاما قد يكون ناقصا قد يكون مقلوبا إلى غير ذلك الترسية هو تقسيم البيت إلى فقرات متوازنة بتقفية داخلية متساوقة كقول أبي الطيب مادحا الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع الترسيع يرد في في الصدر، الدهر معتذر والسيف منتظر، اذا هذه التقفيه الداخليه ترد في النصف البيت الاول. الظاهره المواليه هي الترديد. الترديد يكون عاده بتكرار لفظ او مره أك... مرتين او اكثر في البيت الواحد لاحداث رجع صوتي مشحون بنغميه حربيه. تنقلب القصيده بها أهزوجه عسكريه مشحونه بمعاني الإقبال والإدبار فيقول الشاعر في ذلك هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين الغمائم إذا التكرار يرد في فعلي تعرف الظاهره المواليه دائما في الإيقاع الداخلي الموازنه التركيبيه وينتج التوازي التركيبي الثنائي عن الازدواج التناظري بناء ودلالة بين مصراعي البيت الشعري من ذلك قول الشاعر في الحكمة وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم إذا نلاحظ أن التوزيع التركيبي ما بين كان متوازنا بين الصدر والعجز الظاهرة التالية هي الاشتقاق اللفظي وهو أن يشقق الشاعر من ذات الجذر أوزانا أو صيغا أو مختلفة في معانيها وهذا البيت في الحكمة يشي بذلك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم التقديم والتأخير أيضا هو من وجه الوجوه البديع وهو كذلك من الظواهر التي تثبت الإيقاع الداخلي في القصيدة إذن هو من وجوه البديع كما قلنا تشف يشف عن إشادة الشاعر وحسن ابتكاره لقصيدة الحماسة مبنى ومعنى فيتلاعب بمواضع الوظائف النحوية للإبراز حينا وللإمعان في الإغراب أحيانا من ذلك قوله معرضا بخصومه ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدنيء عندها طمع إذا أين ورد التقديم التأخير هنا؟ ليت ناسخ الملوك اسم الناسخ المفروض ان تكون معطيه قبل على الاقدم قبل المتمم اذا هذا تقديم تاخير كذلك في العجز فلم يكن طمع المفروض ان اسم الناسخ يكون قبل المتمم في الحكمة كذلك نلامس الأمر ذاته فقد يظن شجاعا من به خرق وقد يظن جبانا من به زمعوا علما أن هذا البيت في الواقع يعج بالظواهر الفنية لأنه نجد فيه المقابلة بالإضافة إلى توظيف الحكمة الموازنة التركيبية التقديم والتأخير أم كما قلنا أفعال الظن أيضا هنا استعملت فقد يظن المبني المجهول ظواهر فنية عديدة تثري هذا الطابع الحماسي في شعر المتنبي بعد أن تبين الإيقاع الاستهلال والإيقاع نتبين معا نستجلي معا الصورة الشعرية والصورة الشعرية تتجلى في جملة من وجوه البلاغة إذاً تكمن شعرية النص الحماسي في بناء الصورة وتشكيلها تخييلا ومجازا وذلك للقطع مع الشائع والمألوف ومن ضروبها توظيف وجوه البلاغة وهي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز بأنواعه وقد اخرج المتنبي صوره اخراجا فريدا من ذلك تفننه في انشاء التشبيه التمثيلي بقوله مادحا اتوك يجرون الحديد كانهم سروا بجياد ما لهن قوائم أين تتجلى الصورة الشعرية في هذا البيت؟ من الذين أتوك؟ يتحدث عن جيش الروم. كانوا يجرون من عادة الروم أنهم يجرون الحديدة ويتسربلون بالحديدة إلى حد أنه قد ستر القوائم، قوائم الخيول. ولم تشذ حماسيات أبي الطيب عما ألفناه في الشعر العربي من توظيف للاستعارة من ذلك هذا البيت. بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم. اذا تتجلى الاستعاره في انه يستعير من من البحر موجه وتلاطمه وينسبها الى الموت. بالاضافه الى كل ذلك الممدوح ماذا كان يفعل في الاثناء؟ كان يبني كان يبني قلعه الحدث. في حين ان فعل البناء يتطلب شعورا بالطمأنينه والسكينه الا انه في هذه الاجواء التي كان يطغى فيها الموت والقتال من كل حد وصوب وفي الاثناء كان الشاعر مطمئنا يبني قلعته المبالغه والتهويل هي من اليات التصوير تصوير الحروب ورصد المعارك لتحفيز الابطال وبث الرعب في قلوب الاعداء من قبيل ما ورد في مدحيته خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمازم والزمازم هو صوت الرعد اذا فيما يتجلى التهويل هنا؟ يتجلى الغلو في ترامي اطراف الجيش الضخم ما بين شرق الارض وغربها وفي تعالي اصوات جنوده حتى بدت كهزيم الرعد تكاد تبلغ كوكب الجوزاء لحدتها وانما هو تصور خارق للمنطق وللواقع ولكنه يعانق فنيا كل ما هو ابتداع وابتكار ممتع الاستعاره المرشحه نتناولها من خلال هذا البيت وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نائم ونستعين بتحليل الأستاذ لازهر الزنات في هذا البيت إذ يقول يصف المتنبي سيف الدولة وهو في ساحة الحرب لا يعتريه خوف ولا يمسه سوء وأجرى الاستعارة في جفن مضافة إلى رداء مشبها الرداء بالإنسان ذي الجفن الرداء هو الموت كما تعلمون إذا سيف الدولة هنا يهزم الرداء وحدوده تتجاوز الحدود البشريه، وهو ما يحقق الاغراب والابتكار في المعنى. تبينا الايقاع، تبينا الصوره الشعريه، لنرى المعاجم لنستجلي معا المعاجم فيما تتمثل. يشكل توظيف المعاجم في حماسه ابي الطيب مقوما من مقومات الاتقان والاجاده، منها استلهم معاني القصيده وبها شيد فرادتها. ومن ذلك المعجم الحربي هو الطاغي في الواقع لأنه قطب الرحاة في قصيدة الحماسة مدحا وفخرا ورثاء من ذلك تنويع تسميات المعركة يسميها مثلا يوم كريهة يوم الوقعة مستنقع الموت إلى غير ذلك فضلا عن معجم الأسلحة الحربية لنستحضر معا الرماح القناة السهامة الدروعة الصوارمة النصلة المهندة اسماء كثيره للاسلحه يوظفها ابو الطيب المتنبي ولا ننسى سيفه الذي كان يكنيه برقيق الشفرتين وفي ذلك نتذكر بيته في الفخر ويقول فيه ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصام من ملوك العرب والعجم المعجم الديني هو ايضا كثيرا ما كان يتشابك مع المعجم الحربي باعتبارهما مركزي الاهتمام في حماسه القرن الرابع فالممدوح يرتقي عن مصافي الى مصاف المقدس بل قد يبلغ به الامر الى ان ينزهه الشاعر عن بشريته وتأليهه وايه ذلك قول المتنبي ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم قد تتقاطع المعاجم في حماسه المتنبي وتتشابك فاذا المعجم الغزلي يتناغم مع المعجم الحربي واذا سجل التاريخ يتناغم مع السجل القيمي بالاضافه الى معاجم حافه متعدده المشارب كمعجم الموت معجم الفرح معجم الغزل وغيرها وفي هذا البيت يتقاطع مقام التشبيب بمقام الحرب نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق الفيلق هو الكتيبة من الجيش القوي وابن أبي الهيجاء هي كنية سيف الدولة التمازج الغرضي يعد أيضا مظهرا مظهر مظاهر الإجادة الفنية في شعر أبي الطيب المتنبي تتخلص قصيده الحماسه من ضوابطها الضيقه مع ابي الطيب لتتقاطع فيها اغراض شعريه شتى فتتفاعل وتتناغم بمناى عن كل جاهز موروث وهو مظهر من مظاهر التفرد اذ جمع تاره بين الفخر والشكوى وتاره اخرى بين الرثاء والهجاء وطورا ثالثا بين المدح والفخر وليس ادل على ذلك من هذا البيت غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطمه طماطمه الطماطم يعني المقصود بها العجمة أي دخول عبارات غير عربية على اللغة العربية أو قوله أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا التمازج الغرضي في الواقع هو ظاهره لافته في حماسه ابي الطيب المتنبي، لعلنا نتذكر كذلك مطلع قصيده قصيده مدحيه قالها في مدح سيف الدوله بعد هزيمته في معركه خرشنه ومطلعها يجمع بين الهجاء والشكوى يقول فيها: غيري باكثر هذا الناس ينخدعوا ان قاتلوا جبنوا او حدثوا شجعوا. لم يرد غرض الفخر وحده مستقلا كما يقول الاستاذ مبروك المناعي عن اي غرض اخر ولم يمثل هدف القصيده وغايتها النهائيه ومحركها الوحيد الا في اربع قصائد وبعض القطع وقد حلم كما قلنا قبل قليل ابو الطيب المتنبي بان يصلح زمانا معوجا ويخرج امه من الظلمات الى النور في ذلك يقول ليس التعلل بالامال من اربي ولا القناعه بالاقلال من شيمي ولا اظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي اذا بيتان يجمعان ما بين الفخر من جهه والشكوى من جهه اخرى شكوى الدهر اذا هذه الخصائص الفنيه مجتمعه ومتضافره تشكل حرص الشاعر على التفنن في تنويع مطالع حماسياته وتخير سجلات قوليه دون سواها فضلا عن توظيف التوقيع النغمي الذي صير القول فعلا والتوسل بصوره شعريه حولت السمع بصرا فاذا به يوائم بين المعنى والمغنى ناسجا صوره نموذجيه لبطل منشود يعتف عبرها القلوب على جمله من القيم الانسانيه المخلده وهذا ما يقودنا الى وظيفه اخرى من وظائف الحماسه تتمثل في عطف القلوب على القيم هذه القيم يمكن ان نخضعها الى تصنيفات عده من ذلك ان نصنفها اما الى قيم حربيه واخرى اخلاقيه أو أن نصنفها إلى قيم عربية متأصلة في العروبة وقيم أخرى ذات بعد إنساني كوني رحب نحن اخترنا التصنيف الأول وسنبدأ بالقيم الحربية أول ما يطالعنا في هذه القيم البطولة والإقدام في مقابل الضعف والهوان الذي آلت إليه الأمة العربية الإسلامية وقد تفككت أوصالها وأضحت مرما لمطامع الأعداء والمناوئين احتفى المتنبي بمعاني القوة والبعث والبطش مدحا وفخرا ورثاء فقال في سيف الدولة ضمن المدح تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم القيمة الموالية الحربية هي قيمة الشجاعة والفروسية لا تستقيم بطولة دون شجاعة وفروسية فهما خصلتان تغنى المتنبي بهما مادحا او مفتخرا او راثيا وقد اشاد العرب بهما منذ الجاهليه تغنيا باقتحام الاهوال ومقارعه الخطوب وفي ذلك يورد الشاعر وهو يمدح: هل يشينك وقت كنت فارسه وكان غيرك فيه العاجز الزرع. اذا هذه قيمه البطوله. يتغنى بها الشعر في القصيدة القيمة الحربية الموالية إحكام الخطة الحربية إن البطل المتسم بالشدة والاستبسال يمثل قائدا حربيا لم تشق الهزيمة له صفا يمتلك ناصيتي القيادة والريادة سياسيا وعسكريا أولم يقل الشاعر في ذلك عن سيف الدولة يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم القيمة الحربية الموالية هي الدفاع عن الحرمات البطل الحماسي هو النموذج المرتجى في الذود عن الأرض والذب عن العرض والدفاع عن حمى الإسلام والمسلمين وهذا البيت هو انعكاس لذلك يقول تبيت بها الحواظن امنات، وفي روايه اخرى الحواصن. اذا تبيت بها الحواضن امنات وتسلم في مسالكها الحجيج. قيمه التعريض بالعدو وهي من القيم المالوفه في حماسه ابي الطيب المتنبي. العدو في حماسه ابي الطيب اعداء منهم المشركون المناوئون الخائنون الغادرون ومنهم كذلك خصوم الشاعر من القوى غير المنظورة كالدهر والنفس والزمان والعلة ويعرض بمن خان الأمير الحمداني في هذه القصيدة خاصة في معركة خرشنة بقوله لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميتة الضبع التمرد والثوره هما خصلتان او سمتان مرتبطتان بغرض الفخر خاصه اذ اعلن ابو الطيب عصيانه وعدم انصياعه للواقع وتمرده على الموجود فخاطب نفسه متوعدا بقوله ردي حياض الردى يا نفس والترك حياض خوف الردى للشىء والنعم نكون بذلك قد استكملنا مختلف القيم الحربية لنمر إلى الأخلاق منظومة الأخلاق أو القيم الأخلاقية ونبدأها بالرفعة والعزة. الرفعة والعزة أي الارتقاء بالممدوح والتسامي به وفي ذلك يقول الشاعر في سيف الدولة: "من كان فوق محل الشمس موضعه، من كان فوق محل الشمس" موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع اذا رفعه الممدوح هنا صفه من الصفات التي يتغنى بها الشاعر. الصفه المواليه هي رصانه العقل ولقد كان للعقل موضع بارز في حماسيات ابي الطيب من ذلك قوله في مدح سيف الدوله الراي قبل شجاعه الشجعان هو اول وهي المحل الثاني. الكرم والجود ايضا من الصفات الاخلاقيه التي عرفناها في الشعر الجاهلي تغنى بها الشعراء منذ القدم اذا من المعاني الحماسيه المالوفه اذ يشبه يشبه الممدوح بالبحر في عطائه وفي ذلك يقول المتنبي هو البحر غص فيه اذا كان ساكنا وعلى الدر واحذره اذا كان مسبدا العزم والاراده كذلك من القيم الاخلاقيه التي يتجلى حضورها في اكثر من قصيده يتجلى ذلك في الاستهلال الحكمي في قصيده تصور فتح قلعه الحدث ويشف عن ذلك قوله معظما على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم الصفه المواليه هي المروءه والفراده هما من قيم العروبه الخالصه تتقاطعان مع قيم الفطوة من قبيل اجابه الصريخ واغاثه الملهوف والعفه والقرى وطيب المحتد المحتد هو النسب وهو ما يميت اللثام عنه هذا البيت في غرض الرثاء من كان فيه لكل قوم ملجا ولسيفه في كل قوم مرتع نكون بذلك قد استوفينا اهم ما جاء في الحماسه من حيث الاغراض الشعريه من حيث معانيها وكذلك من حيث المنظومه القيميه او القيم التي تغنى بها ابو الطيب المتنبي سواء كان مادحا او مفاخرا او راثيا ولا نغفل طبعا عن الطابع التسجيلي في شعر الحماسه وكذلك الطابع التخييلي الذي تناولناه من خلال الصور الشعريه والمعاجم والايقاع الى غير ذلك. ارتايت ان نقدم لكم بعض الافكار التي ربما يمكنكم ان تستعينوا بها في قسم التقويم سواء كان ذلك في تحليل النص أو في المقال الخاصة بشعر الحماسة تحديدا في مدونة أبي الطيب المتنبي، وكما تعلمون التقويم يمكنه أن يكون تثمينا كما يمكنه أن يكون تعديلا، إذا أن نثمن بعض المظاهر الفنية أو المضمونية في شعر أبي الطيب أو أن ننسب بعض الأفكار الفنية كذلك والمضمونية، التعديل أو التقويم يمكن أن نتناوله بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يكون النقاش تكميليا، يعني أن نكمل بعض الأفكار التي غفل عنها الموضوع، وسيتناول زملائي هذا الأمر فيما بعد في تحليل المنهجية. بعض الأفكار التي غفل عنها الموضوع كما قلت، وإما أن يكون النقاش بالدحض، يعني برفض الفكرة بشكل كلي، أو بالتعديل والتنسيب، يعني أن نعدل الفكرة، أن نضيف إليها بعض الأفكار، أو أن نزيح عنها بعض الأفكار. إذا، التقويم. نبدا بالتثمين نقدم لكم بعض الافكار الخاصه بالتثمين اذا تجتمع القصائد الحماسيه في شعر ابي الطيب على جمله من الخصائص الفنيه جعلتها تتجاوز مجرد نقل الاحداث ومحاكاه الوقائع لتخلق وجوها مختلفه للتفنن في الصوره واخراجها اخراجا نموذجيا يعبر عن موقفا ولعل هذا التفرد في التخيل يبدو واضحا في القول الشعري عند ابي الطيب المتنبي من ذلك ان ابن يقول فإذا صرت إلى أبي الطيب صرت إلى أكثر الناس غلوا وأبعدهم فيه همة حتى لو قدر ما أخلى منه بيتا واحدا وهو ما جعل شعره منطلقها صورة منطلقها الواقع وغايتها التخيير. إذن هذا بالنسبة إلى التثمين فماذا عن التعديل ما هي مختلف الأفكار التي يمكن أن نتبينها في قسم التعديل أو في قسم التنسيب إن علاقة القصيدة الحماسية بسياقها الواقعي يحكمها التراوح بين عدم القدرة على تجاوز بشاعة الحرب وتواتر صور تتصل بالدماء والتقتيل والدمار في شعر أبي الطيب وظمور البعد التسجيلي أي غياب الصلة بين النص من جهة والواقع التاريخي من جهة أخرى مما ينزاح بالحماسة عن معانيها المألوفة لتخرج عن المنطق والعقل وتقطع قطعا تاما مع الواقع والتجربة شعر الحماسة كذلك يتجاوز في أحيان كثيرة وظائفه المألوفة أي التسجيل والتخيل وعطف القلوب <applause> لينطق عن غايات ذاتية منها التقرب من السلطة أو التكسب فهو يقول مثلا في هذا البيت يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان فكرة أخرى تهم قسم التقويم أن الفخر قد اخترق مختلف الأغراض وشاعت ذات المتنبي بين شتى الأبيات الشعرية فبدا هيامه بذاته لا متناهيا وانصرافه الى نفسه مفرطا فضلا عن اسرافه في افتتانه بماثره وقد تراءت ذاته بعيده المطامح حتى امن بها وقزم غيرها وانما هو الشغوف بعنجهيته والماخوذ بابائه في عجب وانفه يقول في ذلك ان اكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد بل ان ذات المادح كما ذكرنا قبل حين كثيرا ما تتعاظم وتتضخم فتتضاءل ذات الممدوح الذي كان المادح كان في القديم مقيدا بالتذلل والتصاغر وهو ما لا الفه في غرض المدح اذ يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدمه لم يشذ شعر ابي الطيب عن ما الفته الذائقه العربيه في الشعر القديم، فاستلهام الموروث ظاهره لافته في حماسيته مبنى ومعنى من قبيل الاحتذاء بمعاني الحرب والبطوله، وهي مستوحاة من قصائد عنتره وامرؤ القيس وطرف بن العبد وغيرهم، وهذا البيت يشي بذلك عش عزيزا. أو مت وأنت كريم بين طعن القناة وخفق البنود هذا البيت في الفخر يذكرنا ببيت آخر يتردد رجعه في صوت عنترة حينما يقول حكم سيوفك في رقاب العذل وإذا نزلت بدار ذل فرحلي لا نغفل عن أن بعض النقاد رأوا أن المتنبي قد غال في توظيف أساليب البديع فاثقل بعض التعبير وعقد بعض التصوير حتى غداء البيت الشعري يماثل الاحجيه التي تستعصي على الاذهان وتستغلق دونها الافهام حتى بلغ حد التكلف والتصنع احيانا وبدت قصائده زخما متراصا من الطباق والجناس ووجوه البلاغه فضلا عن الاشتقاق والترديد والموازنات وقد راى شق من النقاط كما ذكرنا في نظمه افراطا فنيا ينحو منح الغلو والتهويل كما اسرف ابو الطيب في تضمين حوشي اللفظ ذي التعقيد المعجمي وان استعماله قد يثقل البيت الشعري ويرهق القارئ ويتعب الفكر ويكد الخاطره ومن ذلك ما ورد في في بعض فخرياته من قوله ردي حياض الردى يا نفس والتركي حياض خوف الردى للشيء والنعم يمكننا ان ناخذ المتنبي ايضا في الصور الشعريه التي لم تخلو من دمويه تكتسح القصيده وتكاد تعصف بكل ما فيها من جماليه في قيم البطوله والمروءه فتتصدع معانيها وتنسرب من شقوقها مشاهد القتل والفتك المثيره للاشمئزاز، هذا البيت يدل على ذلك، سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الغمائم، الجماجم عفوا. وهو يتغنى بهذه البشاعة وتتوقد قريحته اشاده بالحرق. والتخريب والتمثيل بجثث أضحت بمثابة تمائم علقت على أسوار مدينة الحدث كأننا بشعر الحماسة قد أمسى شعر النار والدمار لا شعر البناء والإعمار وهذا البيت يدل على ذلك وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم حكى صورة المادح صورة ممدوحه بطلا حربيا ومجاهدا دينيا وقائدا قوميا بيد أنها تتراءى بطولة زيف وبهتانا منحوتة من غلو وخيال بل إنه غالبا ما تمسي الهزيمة انتصارا ويستحيل العزيمة انكسارا ويكشف عن ذلك أبو الطيب المتنبي في أكثر من قصيدة فعن أي بطولة يخبرنا الشاعر وبأي حمية يتغنى والحال أن الممدوحة قد انصرف إلى القتال دفاعا عن حدود إمارته وحماية سطوته والذب عن سلطانه فهؤلاء ليسوا إلا أبطالا من ورق بثوا الفزع ورهبوا الفوارس بالشعر وأوهمونا أنهم يتسمون بالعظمة والجبروت غير أنهم يجسدون صورة أبطال, أبطال من كلمة مسيجين بالنص الشعري الحماسي وقد لا يكون لهم اثر او وجود خارجه نخلص بذلك الى تاليف نهائيا لهذا الدرس الاول في محور شعر الحماسه حماسه ابي الطيب المتنبي التي حاولنا ان نلم ببعض ما جاء فيها ولكن سنفسح المجال فيما بعد لزميلات بقيه زميلات وزملاء الذين سيقدمون لكم دروسا مفصله عن هذا المحور نخلص الى ان الحماسه تفيض على كل غرضيه ضيقه قد تحد من اتساعها او تقنن مواثقها باعتبارها موضوعا منغرسا في اغراض الشعر العربي اذ تتقاطع مع معاني المدح والفخر والرثاء وتتشابك بدلالاتها فتفضي الى لوحات شعريه تضج بالوقائع الحربيه وتنضح ببطولات الفرسان وتمجيد المعارك وتخليد الشمائل غير أنها حماسة مقيدة بسياقها التاريخي فالصورة المنشودة وإن كانت تنحو منح البطش والفتك والشدة فإنها محكومة بدوافع مرجعية ذات علاقة بالجهاد في معناه الديني والدفاع عن الحمية العرقية والعروبة والذب عن حماء الأرض والعرض وإن مشاعر الحماسة كان يشيد معاني قصائده وفق انتظارات المتقبل في عصر مخصوص محكوم بذائقة جماعية لذلك تفرعت قيم الحماسة إلى ما هو كوني من جهة وما هو موصوم بطبيعة العصر وأحكامه من جهة أخرى فلكل زمن حماسته نصل بذلك الى نهايه درسنا وخاتمه درسنا اليوم نجدد شكرنا لمتابعتكم واهتمامكم ونشير الى ان زملائنا الكرام سيقدمون لكم تباعا دروسا تخص مختلف المحاور الخاصه بكم في ماده العربيه الى اللقاء ودمتم بخير